تفضل مادح. سلم ركبه المرء بجرعاء مآلك وهل عاين قلبا تركت هنالك سب الركبا. هل المرء بجرعاء مآلك وهل عاين قلبا تركت هنالك فعهدي به يوم الرحيل عن الحما. وقد ضاع مني بين تلك المسالك وأحسبه ما بين سلع إلى قبا أقام، وإلا فهو ما بين ذلك. فطوبى له مثوى بمأوى ذوي التقى، ومغنى الهدى الساري ومسرى الملائك. مواطن من أسرى به الله واهتدى به كل سار في الوجود وسالك. نبي الهدى هادي الورى مع دين التقى، مجير البرايا من مهاوي المهالك، وموصلهم جنات عدن غدوا بها مع الحور والوذان فوق الأرائك. محمد المبعوث للناس رحمة، ومن أسوء إلا هالك وابن هالك. تداركهم منه الهدى فاهتدى الذي أجاب نداء ذاك الهدى المتدارك. وضل الذي ألوى عن الرشد واغتدى بليل من الطغيان أسود حوالك. بمولده ضاء الوجود وأشرقت ربى الأرض بالوجه الأغر المبارك. وصدد عن السمع الشياطين وانبرت إليها رجوع من نجوم شوابك. وخصص دون الأنبياء جميعهم خصائص ما فيها له من مشارك. به طهر البيت المحرم من أذى طواف العرايا والنساء العوارك. وحجت أقوام أقاموا بشرعه ونور هداه ما له من مناسك. يلبون شعث المحرمين كأنما أتوا من قبور باللواء والدكادك. عليهم شعار من سكينة دينهم تعمهم ما بين لاه وناسك. ولا بين باد جاء يسعى وعاكف، ولا بين أرباب الغنى والصعالك. تساووا به في قصدهم وتفاضلوا بإخلاصهم لا بالغنى والممالك. صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. نعم.